ألف 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 مبروك، ألف مبروك لميسي ولزوجة ميسي ولأولاد ميسي جميعاً. بس بحب أهني زوجة ميسي يعني خصيصاً، لأنه هي قبل ما تتزوج ميسي وتجيب هالأطفال كانت موجودة عندي بالطابور بتستناني أتزوجها، فأنا رفضت أتزوجها يعني عشان ميسي ابن خالتي فعيب يعني، فأعطيتها لميسي يعني، ومن يومها ميسي بتشكرني كثير وهي بتتشكرني كثير على هالنصيب اللي جمعتهم إياه مع بعض. ولا لو هي كانت معي اليوم يعني وتزوجتني أنا شخصيا، كان عدم المؤاخذة يكبر شفتوها يعني، يعني أقل إشي أقل إشي أقل إشي يكبر كان هي شايفينها بدل ميسي وماسك الكأس نفسه بدل ميسي. منت هي بسرعة مين بالقلب، والله زوجة ميسي وعائلة ميسي جميعا يعني، انتو كنتوا موجودين عندي بالطابور بس يلا اطحان. Yeah, man, yeah.